أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. أعرب المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي عن سعادته بتأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، وقال طاهر أن المرحلة المقبلة لا تقبل الحزن، نحتاج فيها إلى الأفراح فقط، مشيرا إلى أن اللاعبين هم الأبطال في المقام الأول. وأكد محمود طاهر أن الأهلي سيكون الفرحة المقبلة للجماهير المصرية بالفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتأهل إلى نهائيات كأس العالم للأندية. قال هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة أن النادي الأهلي اعتاد أن يكون العمود الفقري للمنتخبات الوطنية منذ قديم الأزل، ومدرسة عريقة لها مبادئها. وأضاف خلال حفل تكريم المنتخب المصري بمناسبة التأهل إلى كأس العالم بروسيا 2018 بالنادي الأهلي أمس الثلاثاء، كما وجه رئيس الاتحاد المصري الشكر إلى رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المهندس محمود طاهر بعد دعوته لحضور احتفالية التأهل بالقلعة الحمراء. يدرس حسام البدري المدير الفني للأهلي عدم الدفع بأحمد فتحي لاعب الفريق في مباراة الاتحاد السكندري والمقرر لها 8 من مساء غد الخميس باستاد السلام في الجولة الخامسة لبطولة الدوري العام. ويأتي تفكير البدري في عدم الاستعانة بأحمد فتحي بسبب الإجهاد والذي يعاني منه اللاعب خلال الفترة الماضية بعد مشاركته أساسيا مع الأهلي والمنتخب، وكان له دور مؤثر في صعود مصر لمونديال بعدما شارك أساسيا في لقاء الكونغو والذي فازت فيه مصر بهدفين لهدف سجلهما محمد صلاح. يا ولد يا عبد الله السعيد، يا ولد يا ولد يا أحمد يا فتحي، يا ولد يا ولد يا أحمد يا فتحي، حطينا موزك أحمد فتحي وعبد الله السعيد أكد خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن مروان محسن مهاجم الفريق اقترب من العودة من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية. وقال طبيب الأهلي أن مروان محسن سيسافر إلى ألمانيا للاطمئنان على حالته والحصول على تصريح المشاركة في التدريبات الجماعية من الفريق الطبي المعالج له. وأضاف أن مروان بات جاهزا ولكنه يعود بناء على قرار الفريق الطبي المعالج له في ألمانيا. عبد الله السعيد وتمريرة حريرية للسترايكر الصريح مروان محسن يضع النادي الأهلي في المقدمة، هدف أول لتشكيل. اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري والمقرر غدا في الأسبوع الخامس للدوري. ومن المقرر أن يدخل لاعبو الفريق والذين سيتم اختيارهم في القائمة في معسكر مغلق الليلة استعدادا للقاء. المزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الزميل كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي. كريم أهلا بيك. تحياتي ليك يا فيروز، أهلا بيك وأهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. كريم، إيه أهم تفاصيل تدريب النهاردة؟ يمكن النادي الأهلي في يعني بيستأنف طبعا تدريبات الاستعداد لمباراة الاتحاد السكندري أولى مباراة بعد فترة التوقف في الفترة الماضية بالنسبة لمسابقة الدوري العام، لكن كابتن حسام البدري النهاردة كان مقرر التدريب إن هو يكون فيها الساعة الخامسة، بدأ الخامسة والنصف بمحاضرة يعني فنيه طويله يعني اكثر من 25 دقيقه للكابتن حسام البدري لشرح طبعا كل نقاط القوه والضعف لفريق الاتحاد السكندري، بعض الوجبات الهجوميه للمهاجمين، بعض الوجبات الدفاعيه ايضا للمدافعين. المحاضره كانت مطوله شويه لكن بيبقى فيها استفادات كبيره زي ما احنا عارفين، كل واحد بيشوف موقفه، بيشوف اللاعب اللي هيلعب قدامه في المباراه. ثم بدا
كعاده الكابتن حسام البدري التدريبي دي بعض الجري الخفيف حول الملعب وفقره بدنيه استغرقت 15 دقيقه مع الكابتن انيس الشعلالي لتجهيز اللاعبين قبل انطلاق التدريب بشكل كامل او قبل الدخول في اللعب بالكره سواء من المربعات او بتقسيمه. يمكن المران حتى اللحظه دي شغال قدامنا، كابتن حسام البدري بيحاول ان هو دلوقتي يعمل مجموعتين في وسط الملعب، مجموعه طبعا هتكون فيها نسبه كبيره هتكون مشاركه في مباراه الغد، والمجموعه الاخرى يبقى فيها بعض التمويه كما عاده كابتن حسام البدري ان هو بيحاول يخفي بعض ملامح التشكيل للمباريات بشكل عام وخاصه مباراه الاتحاد السكندري، ولسه التدريب حتى هذه اللحظه يعني شغاله فيه. نعم، طيب كريم، خلال متابعتك لتدريب هل ظهرت اي ملامح للتشكيل قد يخوض به كابتن حسام البدري اللقاء غدا؟ يمكن كابتن حسام البدري في حيره اكيد كبيره جدا، بحاول ان هو يدفع بكل اللعيبه الدوليين طبعا، لكن عارفين ان اللعيبه الدوليين كانت مشاركه في المباراه الاخيره لمنتخبنا الوطني في تجهيز لبعض اللاعبين زي ما قلنا، يمكن محمد هاني بينول تجهيز كبير جدا من الكابتن حسام البدري وغالبا او بنسبه كبيره هيكون متواجد في الجبهه اليمنى غدا. راحت احمد فتحي واجبه نظرا للاجهاد اللي هو فيه وايضا للمجهود الكبير اللي قام بيه في المباراه الاخيره. على الجانب الاخر علي معلول الباك ليفت للنادي الاهلي، ايضا الكابتن حسام بيحاول ان هو يفكر في راحته، مشاركه حسين، مشاركه ايمن، مشاركه صبري ورده بشكل كبير جدا. برضو علي كان راجع من تونس عنده مباراه كانت مع غينيا في تصفيات روسيا. بعض اللعيبه الدوليين رامي ربيعه برضو الشكوك حوالين ان هو يكون بادئ حتى اللحظه دي، بقول لك يمكن الكابتن حسام بيبدا بيعمل تقسيمه، هنشوف اكيد من خلالها مين اللي هيكون موجود في التشكيل او في التكتيك النهارده الخاص. لكن في يعني نقدر نقول الكابتن حسام بيحاول بشكل كبير جدا ان هو يريح اللعيبه الدوليين نظرا طبعا لالتحام المباريات. النادي الاهلي عنده الاتحاد والرجاء ثم المباراه القويه والمنتظره هي مباراه النجم الساحلي، لكن الامور يمكن يعني ان شاء الله بنتمناها كل التوفيق للنادي الاهلي. وعايز كمان قبل يعني ما اكتب معاك عايز اكلمك على هشام محمد وعبد الله السعيد وحسام عاشور، اللعيبه اللي كانت بتعاني من اصابات. عبد الله السعيد زي ما اتاكدنا من عبد الله شخصيا ومن الطبيب ان هو عنده شد يعني مش هنقول قوي في الخلفيه، عنده شد في العضله الخلفيه، عمل اشعه امس بعد انتهاء المران، يعني هيغيب شويه عبد الله، ممكن ما يلحقش كمان مباراه الرجاء القادمه، لكن باذن الله يكون متواجد في مباراه النجم. هشام محمد بيجري بعض تدريبات الخاصه مع طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل، يعني هو في تحسن كبير، عارفين ان هو ما عندوش اصابات في القدم او في الظهر او في الراس، وكده عنده اصابه في ايده لكن ماشي بشكل منتظم، الامور ماشيه بشكل طيب جدا، واكيد عقب انتهاء التدريب هيتوجه النادي الاهلي الى معسكر مغلق استعدادا لمباراه الغد الاهلي والاتحاد السكندري. كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا ليك، كنت معايا عبر الهاتف. بالعوده للاخبار من جديد، توج تونسي علي معلول ظهير ايسر الاهلي بلقب لاعب شهر سبتمبر بعد ادائه المميز مع الفريق خلال الشهر الماضي. ولعب علي معلول دورا مؤثرا في صعود الاهلي للمربع الذهبي في بطوله دوري ابطال افريقيا، حيث سجل هدفا وصنع اخر خلال لقاء ترجي التونسي في رادس بإياب دور الثمانيه للبطوله الافريقيه. وجاء اختيار علي معلول من قبل الصفحه الرسميه للنادي الاهلي على فيسبوك من خلال استفتاء يشارك فيه جمهور الفريق. وعبر معلول عن سعادته باختياره افضل لاعب ونشر صوره اختياره عبر حسابه الرسمي وعلق عليها الحمد لله. حصل عصام سراج الدين المدير التجاري والتعاقدات بالنادي الأهلي على درجة الدكتوراه بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان بعد مناقشة رسالة بعنوان إدارة تطوير الحقوق التجارية بدوري كرة القدم المصري للمحترفين. وأشرف على رسالة الدكتوراه الخاصة بعصام سراج كل من الدكتور كمال درويش عميد كلية التربية الرياضية السابق والدكتور أشرف صبحي نائب وزير الشباب والرياضة السابق، فيما ناقش رسالة الدكتوراه كل من الأستاذ الدكتور حسن الشفعي والأستاذ الدكتور ماجد فرغلي. وكانت رسالة الدكتوراه قد تناولت مناقشة وضع آليات متطورة عن كيفية تطبيق دور المحترفين من خلال تشكيل رابطة لهذا الدوري وفقا للاشتراطات العالمية. نتابع في التقرير التالي أبرز ما جاء في مناقشة رسالة الدكتوراه. في بعض الإقرارات اللي بتقرها الأندية أنها بتلتزم بيها عشان تقدر تشارك في مسابقة دوري المحترفين أو بطولة أفريقيا بالأخص.
ده المعيار القانوني، ففي يعني اقرارات كتير لازم النادي يبقى ملتزم بيها. المعيار المالي ده اهم معيار. كان الاول زي ما قلت لحضراتكم ان كان الانديه بتلتقي دعم من الوزاره. لما جينا نطبق الاحتراف خلاص كل نادي بيعتمد على ايراداته اللي جايه له من تسويقه للعلامه التجاريه بشكل عام، وحقوق الرعايه اللي منها الرعايه والبث التلفزيوني ومبيعات اللعيبه ومبيعات الملابس والكلام ده كله. اتكلم على التسويق في المجال الرياضي، واتكلم على حقوق الملكيه الفكريه اللي هي بتتناول حقوق البث التلفزيوني والفضائي للاحداث الرياضيه والمباريات الرياضيه. وبتكلم كيفية توزيع هذه الحقوق المرتبطة سواء بالأندية أو بالاتحادات، وبيقارن ما بين بعض الدول الأجنبية اللي هي مرتبطة طبقت حق الملكية الفكرية لبث التلفزيوني. الدوري العام اللي بيقام في الدول العربية المفروض أن الاتحاد الدولي الفيفا المسؤول عن نشاط كرة القدم على مستوى العالم حاطط قواعد دلوقتي لإنشاء شركات خاصة في كل دولة لإدارة في كل نادي بيمارس نشاط الدوري العام في كرة القدم، حاطين شروط لإنشاء شركات علشان من خلال الشركات دي تدار نشاط كرة القدم. في الحقيقة احنا البحث بصفتي مشرف على البحث، انا مع الأستاذ الدكتور كمال درويش، احنا عملنا عملية مشروع لإدارة الحقوق التجارية وتطويرها اللي مرتبطة بإدارة كرة القدم، بمعنى إن لازم يكون في المشروع بينتج عنه إن يكون في إدارة متخصصة محترفة لإدارة دوري المحترفين. كمان بنحط معايير وحدود للشبكات الخاصة بالحقوق، مين بيمتلك إيه، فبالتالي ايه الحقوق التجاريه اللي موجوده للاتحاد المصري لكره القدم، والاتحاد معناه ان هو بيمتلك كل الحقوق الخاصه بكره القدم وتشغيلها. لازم الانديه والمؤسسات بشكل عام اللي هي الانديه اللي دخلت في ظل نظام الاحتراف تؤكد على قضيه التمويل الذاتي، والتمويل الذاتي مش ممكن يتم الا من خلال ايجاد مصادر اقتصاديه تأكد الدخل وتعظمه عشان تقدر الأندية تحقق أهدافها من خلال برامج الأنشطة الضخمة اللي هي بتشتغل فيها. الأخبار من جديد وإلى أخبار المنتخب الوطني، حيث استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على سفر الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب، ومعه محمود فايز برفقة هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى روسيا لحضور قرعة المونديال والمقرر إجراؤها في الأول من ديسمبر المقبل. وكان منتخب مصر قد تأهل رسميا لكأس العالم 2018 بروسيا والمقرر إقامتها في يونيو بعد تصدر مجموعته الخامسة برصيد 12 نقطة بفارق 4 نقاط عن أوغندا قبل الجولة الأخيرة للتصفيات. وينتظر اتحاد الكرة وصول خطاب رسمي من الاتحاد الدولي والذي يحدد فيه الأسماء والمناصب والمنتظر حضورها من كل اتحاد أهلي. قال أسامة نبيه مدرب المنتخب الوطني الأول إن الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هكتور كوبر حدد برنامج إعداد المنتخب الوطني للمونديال، ولم يتبقى إلا تحديد أطراف المباريات الودية للفريق. وأضاف نبيه أن اتحاد الكرة بدأ بالفعل بتلقي بعض العروض مع منتخبات أوروبية وأسيوية تطلب مواجهة المنتخب الوطني وديا استعدادا للمونديال، مشيرا إلى أن الجهاز الفني ينتظر فقط قرعة كأس العالم وتحديد المنتخبات والتي ستواجهنا في الدور الأول للبطولة لتحديد المدارس والتي سنحتاج للعب معها قبل المشاركة بالمونديال.
كشف كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن مجلس الاتحاد يدرس إقامة مباراة ودية بين المنتخبين المصري والسعودي قبل مواجهة غانا في الجولة الأخيرة بتصفيات المونديال والمحدد لها نوفمبر المقبل. وقال كردي أن المجلس يناقش حاليا إقامة ودية مع المنتخب السعودي الشقيق احتفالا بتأهل المنتخبين إلى كأس العالم، وهو ما سيتم حسمه خلال الأيام المقبلة. قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة تعيين جهاز فني جديد لمنتخب المحليين خلال الفترة المقبلة. واستقر اتحاد الكرة على التعاقد مع جهاز فني جديد لمنتخب المحليين بدلا من حمادة صدقي المدير الفني لمنتخب 99 والذي قاد منتخب المحليين مؤخرا وتحديدا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا. يذكر أن اتحاد الكرة يترقب قرار الكاف بإسناد مهمة تنظيم أمم أفريقيا للمحليين المقبلة إلى المغرب، ما يعني تأهل المنتخب المصري مباشرة. أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الحكم الخامس ظهر اليوم في مباريات الدوري على أن يتحرك خلف المرمى في المنطقة البعيدة عن حكم الساحة والقريبة بعض الشيء من حامل الراية. وأضاف عبد الفتاح أن وجود الحكم الخامس في المباريات سيقلل من الأخطاء في مباريات الدوري، ولو كان متواجد في العديد من المباريات الفترة الماضية لاختلفت الأوضاع. وأضاف عبد الفتاح أن الحكم الخامس تم تطبيقه بداية من مباريات اليوم وحتى نهاية الدوري حتى يكون هناك تكافؤ في الفرص لكل فرق الدوري. قرر اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة بالتنسيق مع لجنة المسابقات إقامة مباريات دور 32 لبطولة كأس مصر بدون اللاعبين الدوليين حتى يخوض المنتخب الوطني مباراة ودية قبل السفر إلى غانا لمواجهتها في الجولة الأخيرة بتصفيات المونديال. وقرر اتحاد الكرة ولجنة المسابقات انطلاق مباريات الكأس في الفترة من 6 وحتى 9 من نوفمبر المقبل كما حدث في النسخة الماضية حتى يستطيع المنتخب خوض المباراة الودية بكامل قوته الضاربة. وإلى متابعة أخبار الألعاب الأخرى، حيث وقعت الأوكرانية إيكاترينا على عقد انضمامها للفريق الأول لكرة الطائرة للسيدات بنادي الأهلي لمدة عام واحد لتكون ضمن صفوف الفريق في الموسم الجديد. وقامت إيكاترينا بالتوقيع على عقود الانضمام للأهلي في حضور مروان هشام عضو مجلس الإدارة والمشرف على الألعاب الجماعية وحمدي الصافي المدير الفني لفريق الطائرة سيدات. وخضعت إيكاترينا للكشف الطبي قبل توقيعها على عقود الانضمام للأهلي، كما قضت فترة معايشة مع الفريق في الأيام الماضية. أكد حمدي صافي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بنادي الأهلي أن اللاعبة الأوكرانية إيكاترينا تعد إضافة قوية للفريق في الموسم المقبل. وقال صافي أن إيكاترينا لديها إمكانيات فنية وبدنية مميزة ستساعد الفريق في الموسم المقبل، مشيرا إلى أنه فضل التعاقد معها على كثير من اللاعبات نظرا لتميزها ومستواها الفني. وإلى جولة في الملاعب العالمية، حيث عبر كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال وريال مدريد الأسباني
عن سعادته بتأهل منتخب بلاده إلى كأس العالم 2018 والمقرر إقامتها بروسيا الصيف المقبل. وقال رونالدو عقب فوز منتخب بلاده على سويسرا في الجولة الأخيرة للتصفيات أن التأهل هو مجرد بداية وأن هناك عمل كبير ينتظر منتخب بلاده في البطولة. وفازت البرتغال على سويسرا بهدفين دون مقابل في الجولة الأخيرة لتصفيات كأس العالم في القارة الأوروبية ليتأهل مباشرة إلى البطولة، فيما ستلعب سويسرا مباراتي ذهاب وإياب في ملحق التصفيات. أصبح النجم الكولومبي رادمال فالكاو في مرمى الاتهامات، وذلك بعد أن أظهرته اللقطات التلفزيونية وهو يطالب من لاعبين بيرو التساهل خلال أحداث اللقاء والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. وأظهرت اللقطات فالكاو وهو يتحدث مع لاعبي بيرو خلال سير أحداث المباراة مطالبا إياهم باللعب بأقل مجهود لإنهاء المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله، وهو ما يعني تأهل كولومبيا وخروج تشيلي. وتأهلت كولومبيا لمونديال روسيا 2018 فيما ستلعب بيرو مواجهة ذهاب وإياب مع نيوزيلندا من أجل اللحاق بركض المتأهلين إلى البطولة. Introducing Tiger. He's strong. He's elegant. Sometimes. And his dream is to be the first footballer in space. المنتخب البنمي إلى مونديال 2018 والمقرر إقامته بروسيا الصيف المقبل، وذلك المرة الأولى في تاريخه. وفازت بنما على كوستاريكا بهدفين مقابل هدف عن طريق جابرال ورومان توراس لتضمن المشاركة في الحدث الأكبر في التاريخ للمرة الأولى في تاريخها. واحتلت بنما المركز الثالث في تصفيات أمريكا الشمالية لتضمن التأهل مباشرة، فيما تواجه هندوراس صاحبة المركز الرابع منتخب أستراليا في مباراتي ذهاب وإياب تحديد المتأهل للمونديال. اتهمت زوجة حارس مرمى تشيلي ومانشستر سيتي كلاوديو برافو زملائه في المنتخب بالتراخي والاستهتار، وذلك بعد ضياع حلم التأهل إلى مونديال 2018 في روسيا. وقالت كارلا برافو أن زملاء زوجها تركوا التدريبات واتجهوا للسهر في الملاهي الليلية والشرب، وهو ما أضاع حق التأهل. وخسرت تشيلي أمام البرازيل بثلاثية نظيفة، فيما تعادلت كولومبيا مع بيرو ليضيع حلم زملاء أليكسا سانشيز في التأهل إلى المونديال. أكد ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين أن منتخب بلاده يستحق التواجد في كأس العالم بعد كل ما قدمه خلال تصفيات أمريكا الجنوبية. وأضاف ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية إن هدف الإكوادور في الدقيقة الأولى زاد من صعوبة المباراة، ولكن سارت الأمور بعد ذلك على ما يرام. وأحرز ميسي 3 أهداف هاتريك في مرمى الإكوادور في المباراة التي أقيمت أمس بالعاصمة الإكوارودية كيتو، وارتفع بذلك رصيد الأرجنتين إلى 28 نقطة لتحتل المركز الثالث في تصفيات أمريكا الجنوبية وتتأهل المشاركة في نهائيات كأس العالم روسيا 2018.
أرسن روبن لاعب بايرن ميونخ الألماني اعتزاله كرة القدم دوليا عقب إخفاق منتخب بلاده في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018. ولم تنجح هولندا في التأهل للمونديال رغم فوزها على السويد بهدفين، حيث كانت تحتاج إلى الفوز بأربعة أهداف على الأقل. ولعب روبن مع المنتخب الهولندي 97 مباراة، أحرز خلالها 37 هدف ولم يحصل على أي لقب. توصل فيليب كوتينيو لاعب ليفربول الإنجليزي إلى اتفاق مع إدارة فريقه على الانضمام لصفوف برشلونة الإسباني في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة. وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن كوتينيو لا يزال يرغب في اللعب لصالح برشلونة، وتحدث مع إدارة فريقه وطلب منهم الموافقة على رحيله لنادي الكتالوني بمجرد فتح سوق الانتقالات في يناير المقبل. وإلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية، والبداية من الوفد. أبو ريدة يشكر محمود طاهر في احتفالية الأهلي بتأهل المنتخب للمونديال. من فيتو طبيب الأهلي يعلن موعد إعلان جاهزية مروان محسن. ومن المصري اليوم علي معلول لاعب الشهر في الأهلي. من الشروق طاهر نثق في التأهل لنهائي دوري الأبطال. ومن الوطن سبورت أزارو يقود هجوم الأهلي أمام الاتحاد السكندري. ومن الفجر باكاماني حلمي هو الفوز بالبطولات والألقاب مع الأهلي. ومن مصراوي لفتة طيبة من الأهلي تضامنا مع صاحب الفرحة الشهيرة. من يلا كورة هاني أبو ريدة، الأهلي سيظل العمود الفقري للمنتخب وحققنا نتائج لم نحلم بها. ومن يوروسبورت عربية ساحر الأهلي يبدأ أول خطوة للعودة. وقبل ختام نشرتنا، ما فقط زي النهاردة في 11 أكتوبر من عام 1980 الأهلي يفوز على إسكو بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي في الأسبوع الخامس للدوري موسم 1980-1981. سجل أهداف الأهلي محمد عامر ومصطفى يونس وفوز سكوتي ومحمود الخطيب. يعتبر هدف محمد عامر في هذه المباراة هو الهدف رقم 1000 لنادي الأهلي في مسابقة الدوري، ليصبح بذلك الأهلي هو أول نادي يتخطى حاجز 1000 هدف في البطولة. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.